عائلتي الحياة اللي ما تسحين على وجهك، علميني انت ايش جابس عند رجاجيل في الاستراحة. وش قصدك يا الجركل؟ انا جركل؟ عيب يا مي عيب، هذه بحسبة امك. بحسبة امي يا شايب يا العايب، ترى انا كبر بناتك. هدي هدي يا بعد حي. سلامات سلامات، وش فيكم؟ وراك تأخرت علي، خليتني اتناشب مع حد زارين ذولي. امش مشينا، يلا امش امش. هدي هدي يا عم هدي، خلهم يقلعون. هدي لا تفضحين. ارتبي ارتبي ارتبي. انا وريت السيارة ما تشتغل، شكلها ما فيها بنزين. اوف، وبعدين يعني؟ يلا خلصونا. ورا ما تنطمن يا سلقه، لا اجي انزل الحين معطس معشوشه. خلاص يا عمه خلاص، انا بتصرف. ابو عبيد. هلا. لا انت تعقف معي. يلا ورا ما تجين تدفين معهم يا سلقه. انت صيقاتك. ابروح اجيب لكم بنزين واجي. وانا بقعد احتريكم انتوا بنزينكم. وقفوني تاكسي خلوني امشي. المحطه قريبه يا عمه. ارسبوا معي، ننزل عمتك مشواره ونرجع نعبي بنزين. وش ذي الريحه؟ ريحه غنم. اكيد سياره غنم، وش تبي ريحتها؟ ينسون مثلا. الله اكبر، ايش معرفكم انتم من ريحه الحلال؟ هذا رزق من الله. الحين الريحه الخايسه تلزق في عبايتي. وع وع. وانت صادقه يا عمه، حتى انا تلزق بثوبي. انا ما ادري وش شايفه نفسك عليه انت. احمدي ربك اني فاز لك. انت فاز لنا، ترى بخشم الريال. يلا انزل تجركلك. يلا وش قصدك بجركل؟ انزل هنا وافقع وجهك الحين. لا 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 لا، ما لها داعي يا عمه. وانت تحط راسك براس حرمه. مشينا مشينا بس. ايش خلاه خلاه ينقلع. يلا يلا اقول لا تهايط. خلاه ينقلع بس، خلاه ينقلع. تراك كبير سن. يلا 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 يلا، روح توكل على الله. حسبي الله عليك، الله لا يوفق. جعلك تنقلب سبع قلبات. لا لا تدعين عليه يا عم. خله امشي امشي، الناس تراضى. حسبي الله عليه. ابو عبيد يدق، وش عنده؟ رد عليه شوف وش عنده. النشبة ذايبيك. الو، هلا ابو عبيد. هلا عامر، شلونك وين عمك؟ ام عاد عمي، وش تبي انت؟ والله يا عامر يا بعد حي، انا ادري والله اني مخطين عليكم وحسرت بكبدي من نزلت لكم اليوم والله. وش عندك داق يا قليل المروه؟ ما تسحي على وجهك عقب اللي سويته؟ اذكر والله اذكر والله يا الربع، والله اني نادم يوم نزلتكم اليوم. اصلا ما عليك شرها، لو انك كفو كان طلبتك بحق عند الرجاجيل. يا بعد حي يا عامر لا تزيد علي بالحكي، والله اني ادري اني مخطي، لكن ابشر بلحق وما يلحق، ذبيحة حق لك ولعمتك. ها؟ خلاص اوكي اوكي. لا تنسى الكبده والكلاوي. والراس والراس. والراس. جيب الراس معك بعد. الراس والشرعان يجنكم شلوطاي. يا غنم ريعي وقرضك اللي يعود. يا عبد الغفور. سم يا عم. تعال. انت تشوف الطلي يا الكبير؟ اشوف. ايوه. هذا تروح تاخذه وتذبحه. يا عمي هذا الطلي محجوز لزبون مهم عندنا. وش هو؟ زبون مهم؟ ما في زبون مهم، خلي يولي. ابيك هالحين طول العمر، انا عندي زبون الخاص. تاخذ الطلي وتذبحه وتقطعه ثلاجه وتجيبه يم. يلا ابزع. ابشر يا عم. عندي التطبيقات، والله صارت الأغراض تجي لحالها. سكر بالخير ولا عمك. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامات، وش عندك أنت؟ آه شكرا، يعطيك العافية. وش ذي الورد؟ الورد نعطيه مع أول ذبيحة لأول زبون. بعدين الورد له عدة لغات، الأحمر الحب، والأبيض للنقاء.
والاصفر للبهجي. اقول ليتك جايب جح ازين. ها؟ ليتك جايب جح ازين. عموما كثر الله خيرك ما قصرت. عامر ابيك تصوت لابوك بسلم عليه. ابشر ابشر. وش ذا؟ هذه ذبيحه جايبها ابو عبيد. وش المناسبه؟ اليوم تهوشت معه انا وعمتي وجايب الذبيحه رضاوه. عجيب والله. والورد لمين؟ ابو عبيد جايبها مسوي حركات تسويق وكذا، يقول اول ذبيحه الاول زبون تجي معها باقه ورد. ها اجل وين راح ابو عبيد؟ وانا ما قلدته. اوف نسيته عند الباب. الله يحييك ابو عبيد والساعة المباركة. الله يبارك بايامك ويجعل بيتكم عامر ان شاء الله. يا ابو عبيد ما فيه داعي للكلام هذه كلها. تجيب ذبيحة وانت ضيفنا. يا بعد حي ابو عامر.